الزنجبيل. في يوم من الأيام كانت المرأة العجوز تحضر الخبز، وقررت صنع بعض كعك الزنجبيل. كان عندها بعض العجين المتبقي، فصنعت به شكل رجل صغير، وبحبات الزبيب صنعت له عينين وأنفاً وفماً مبتسماً، ثم وضعت مزيداً من حبات الزبيب في الجهة الأمامية لتبدو كالأزرار، وبعدها وضعته على صينية الخبز وأدخلته إلى الفرن. بعد قليل سمعت صوت خربشة عند باب الفرن، فتحته، ويا للمفاجأة، قفز رجل الزنجبيل الذي صنعته خارج الفرن. حاولت العجوز الإمساك به بينما كان يركض في أرجاء المطبخ، لكنه أفلت منها وهو يصيح: اركضي بسرعة كما تشائين، لن تمسكي بي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. ركضت خلفه نحو الحديقة حيث كان زوجها يحفر، فوضع المجرفة جانباً وبدأ يطارده معها، لكن رجل كعكة الزنجبيل تجاوز الرجل وهو يصيح: اركض بسرعة أيها الطويل، لن تمسك بي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. وبينما كان رجل كعكة الزنجبيل يركض، مر من أمام بقرة، فصاحت البقرة: توقف يا رجل كعكة الزنجبيل، تبدو لذيذاً وأريد أن آكلك. لكن رجل كعكة الزنجبيل ركض وهو يصيح: لقد هربت من العجوزين، اركضي بسرعة كما تشائين، لن تمسكي بي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. ركضت البقرة خلف العجوزين، وسرعان ما مروا من أمام حصان. صاح الحصان: أريد أن آكلك. لكن رجل كعكة الزنجبيل صاح من جديد: لقد هربت من العجوزين ومن البقرة، أركض بسرعة أيها الثقيل، لن تمسك بي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. استمر في الركض بينما طارده العجوزان والبقرة والحصان، ثم مر من أمام ولدين يجمعان القش، فنظرا إليه، وبينما هو يتجاوزهما بدأ يصيح: لقد هربت من العجوزين والبقرة والحصان، أركضا بسرعة نحو الحقل الجميل، لن تمسك بي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. انضم الولدان إلى المطاردة مع العجوزين والبقرة والحصان، ولحقوا به جميعاً نحو الحقل، وهناك التقى بالثعلب، فصاح قائلاً: أركض بسرعة أيها الثعلب النحيل، لن تمسك بي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. لكن الثعلب الماكر أجاب: لما أزعج نفسي للإمساك بك؟ رغم أنه كان يقول في داخله: يبدو رجل كعكة الزنجبيل وجبة شهية. بعد أن تجاوز رجل كعكة الزنجبيل الثعلب، اضطر للتوقف لأنه وصل إلى نهر كبير وعميق وسريع التدفق. رأى الثعلب العجوزين والبقرة والحصان والولدين يطاردون رجل كعكة الزنجبيل، فقال له: اقفز على ظهري وسأعبر بك النهر. قفز رجل كعكة الزنجبيل على ظهر الثعلب الذي بدأ بالسباحة، وحين وصلا إلى منتصف النهر حيث أصبح الماء عميقاً، قال الثعلب: قف على رأسي كي لا تبتل. فتسلق رجل كعكة الزنجبيل ووقف على رأس الثعلب. بينما كانت المياه تتدفق بسرعة أكبر، قال الثعلب: هل اقتربت أكثر من أنفي لأتمكن من حملك بأمان أكثر؟ فأنا لا أريدك أن تغرق. وهكذا انزلق رجل كعكة الزنجبيل نحو أنف الثعلب. ولكن بمجرد أن وصلا إلى الضفة الأخرى، ألقى الثعلب برجل كعكة الزنجبيل في الهواء، هم، والتقطه بفمه وأكله. وتلك كانت نهاية رجل كعكة الزنجبيل. النهاية.